السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه اتسالت عليها كتير جدا، وهي مكبس البغات بيشتغل ازاي، واقدر اعمله ولا لا، واذا اقدر اعمله اعمله ازاي. الموضوع بسيط خالص، ما فيهوش اي مشكله. النهارده ان شاء الله احنا عملنا مكبس، تمام، من حاجات كانت متوفره عندي في الورشه، تمام. درج بلاستيك، هو للاسف الدرج ضعيف خالص، ماشي، يعني حتى جيت اخرمه اتكسر، تمام. فايه، حطيت عليه شويه تقويه كده، وربنا ييسر الحال ان شاء الله وما يتكسرش مننا واحنا ايه بنجرب، تمام. فكره المكبس، تمام، عباره عن علبه، تمام، تبقى علبه معدن طبعا، ماشي. العلبه ديت بتكون مش منفذه للهواء، يعني ما بتسربش هواء، علشان انا بحط الشاشه بتاعتي اللي انا هركب عليها الباغة، تمام، في وسط مفرغ من الهواء، يعني بحطها جوه وافرغ الهواء منها. فلازم تكون العلبة بتاعتي محكمة الغلق معايا. طيب، المكبس اللي احنا عاملينه، احنا قلنا اول حاجة ان هو بيتكون من علبة، تمام، غير منفذة للهواء. تاني حاجة، بيبقى جوه العلبة بركب المكبس اللي هيلزق الشاشة في الباغ. انا دلوقتي في وسط متفرغ من الهواء، محطوط الشاشة وعليها الباغة، تمام، وفرغت الهواء منهم. ايه اللي هيخليهم يلزقوا مع بعض؟ مفيش ضغط يخليهم يلزقوا، فبستخدم المكبس، تمام. المكبس ده عبارة عن ايه؟ بتقدر لوح معدن، طبعا احنا هنا مستخدمين البلاستيك لان ده اللي كان موجود قدامنا، ماشي، لوح من المعدن، تمام، بيبقى في الغالب ستانلس او المونيا، تمام، محمل شوية يستحمل الضغط ما يتناش بسهولة، تمام، وبركبه على، تمام، دراع هيدروليك اللي هو ده، ماشي، دراع هيدروليك ده. الدراع دوت المشوار بتاعه نص بوصة، يعني حوالي سنتي ونص، تمام. ده بيشتغل ازاي؟ بيدخل فيه الهواء، تمام، من الجزء ده، مش عارف باين ولا لا، بيخش فيه الهواء من الجزء ده، تمام، فالمكبس بيطلع لقدام، تمام. المكبس بتاعه البيستم اللي جوه بيطلع لايه؟ لقدام. طيب، نشوفه ازاي الموضوع دوت بيتم، تعال نجرب. دلوقتي هفتح الهواء وهشوف ايه اللي هيحصل. شفتوا ايه اللي حصل؟ المكبس طلع معايا لقدام، جميل. قفلنا الهواء، ماشي. هضغط كده، بص، ما بيتضغطش، هضغط، مفيش ايه، مفيش ضغط. طبعا انا مقلل الهواء شويه، لكن المكبس ده بيشتغل لحد 6 بار. طبعا 6 بار ده ضغط عالي قوي على الشاشه، تمام. احنا لما بنيجي نظبط المكبس بتاعنا بنظبطه بالكتير خالص على 4 بار، يعني ما احبش ان انت تزود عن كده، لان في عرضه ان الشاشه تتكسر من الضغط. المكبس كده واضح، تمام، باين اهوت، ماشي. بيتكون من ايه؟ دي الشريحة البلاستيك بتاعتي، تمام، وجوه بيبقى فيه الايه؟ البيستم الهيدروليك اللي بيحرك المكبس، تمام. المفروض علشان يرجع تاني بيبقى فيه هنا مكنة، بيتوصل بمكنة الفاكيوم، تمام،
بتشفط الهواء. تمام، احنا هنا عشان نرجعه هنفصل الهواء ماشي وهنضغط عليه رجع. طيب لحد كده اظن الموضوع سهل. علشان اعمل عزل للمكبس بتاعي بحتاج ان انا اركب جوان او رينج كاوتش. تمام، طبعا هنا انا مستخدم سيليكون عادي خالص لان احنا بنعمل حاجة بس ايه توضيحية كده للتجربة يعني. تمام، السيليكون دوت وظيفته ايه؟ ان انا لما احط الغطاء بتاعي في الحالة ديت انا هستخدم هنا الازاز بتاع الريوم. تمام، لما احط الغطاء بتاعي ماشي ايه اللي هيحصل؟ لما هشفط الهواء تمام من المكبس هلاقي ان السيليكون دوت منع الهواء اللي بره ان هو يدخل جوه العلبة بتاعتي او المكبس بتاعي، وبناء عليه هتلاقي المكبس بتاعي لزق في الازاز ومش راضي يطلع. تمام، خلاص طالما انا عملت التفريخ ماشي شفطت الهواء من العلبة بتاعتي او من المكبس بتاعي مش هنلاقي، هلاقي المكبس لزق في الازاز. تمام، بقى الوسط اللي جوه مفهوش اي هواء. تمام، عشان كده احنا لو جينا نفك او نرفع المكبس هنلاقي المكبس لازق ومش راضي يترفع. في الحالة ديت بحتاج حاجة اسمها صمام معادلة الضغط. ايه هو صمام معادلة الضغط ده؟ ماشي، هنا انا عامله بحاجة بسيطة خالص، مجرد ان انا عامل فتحت فتحة يعني عملت ايه خرم صغير. تمام، ولزقت عليه لزق تمام سوليتيب ماشي، لما بيتشفط كده كده ايه ده بيعمل لي عازل فما بيخليش الهواء يدخل جوه. تمام، بيبقى فيه نفس الصمام دوت في الاوتوكلاف اللي هو الدي بابل ماشين او مكنه ازاله فقاقيع الهواء. تمام، بس بيبقى بطريقه عكسيه، هنا بدل ما هو بيمنع بيدخل الهواء من بره علشان يعادل الضغط جوه يبقى بيساوي الضغط الجوي، لا هو بيعمل العكس بيطلع الهواء اللي جوه. هنبقى نتكلم على الحاجات دي بالتفصيل لما نيجي نشرح الاوتوكلاف. طيب احنا قلنا كده ان انا المكبس بتاعي بيتكون من علبه تمام، ثم المكبس نفسه ماشي محطوط على بيستم هيدروليك ماشي، وفي حاجه كمان لازم تكون عندي اللي هي ترومبة شافت الهواء. ترومبة شافت الهواء اللي عندي او الفاكيوم، ترومبة الفاكيوم اللي عندي، انا النهارده مستخدم سرنجة. السرنجة دي في هنا جوه بلية تمام بتخلي الهواء يمشي في اتجاه واحد بس. تمام، فانا لما هشفط الهواء تمام ايه اللي هيحصل؟ مش هيرجع تاني، هيحصل تفريغ هنا. بعد ما هنجرب ان شاء الله على الباك على شاشه الايفون 7 اللي معانا هنبقى نفكها واوريكم شغاله ازاي بالظبط. طيب كده احنا عايزين نركب الباغه ونشوفهم ايه اللي هيحصل، يا ترى الموضوع هينجح ولا هيفشل ولا هيجرى ايه. بس ايه ننضف الباغة كويس. الباغة هنا انا شايل منها الفرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ. عايز تسكرينا ايه 20؟ بسم الله. بصوا شباب ادي الشاشة تمام، لسه ايه ما ركبناهاش اهوت، حطينا عليها الباغة، ربنا ييسر الحال كده ايه وتظبط معانا. بسم الله، هنحطها في الايه المكبس اللي احنا اخترعناه دوت، ويا ترى
يا هل ترى هيشتغل ولا لا؟ عايزين نفرده بس الايه الفلاتة عشان نبصي الشاشة اتحركت. الشاشة اتحركت من مكانها تمام، اتعوجت سنة بس مش مشكلة، ادينا كده كده ايه بنجرب، لو كده حتى نبقى نفكها ونعملها تاني. هنحط المكبس تمام ونشوف الدنيا هتقبل ازاي. هو انت اللي حاطط التليفون؟ تمام كده احنا ايه حطيناها جوه المكبس. هنبدأ نستخدم السرنجة عشان نخرج الهواء. عايزين المفك، عايزين المفك، عايزين المفك، عايزين المفك، المفك. تمام هنفرغ الهواء وبعدين هنشوف ايه اللي هيحصل. طبعا انا مش هفرغ جامد علشان انا اسف على الاصوات اللي بره، مش هفرغ جامد علشان العلبه او المكبس بتاعي ما يتكسرش، يعني او بص سمعنا الصوت هيطق، فايه مش هقدر افرغ اكتر من كده. نبدا بقى نستخدم المكبس نشغله. تمام ادي الهواء، هنفتح الهواء ونشوف. في تسريب عندنا، نصرف مين؟ مش راكب كويس. تمام كده ركبنا كويس. طبعا المفروض الشاشة يتحط عليها سبونشة كده، ايه انا حسيت بضغطة المكبس. تمام هنسيبها شوية ويفضل مسكين عشان طبعا الايه البتاعة بتسرب الهواء. اقفل واشفط الهواء تاني، موضوع صعب طبعا بإيد واحدة. طبعا بعد ما بتطلع الشاشة من المكبس بندخلها في مرحلة بعد كده بتبقى اللي هي مرحلة الاوتوكلاف ديت، فيها بشيل الهواء اللي فاضل من الشاشة. متهيألي كده يعني ايه الموضوع واضح. نشوفه بقى شكل باينة من عندي من تحت. تمام والله كويسة مش وحشة، هي بس فيها حبة ايه هوا في الجناب. تمام عشان المفروض ان هي تتكبس طبعا على درجة ضغط اعلى من كده ماشي، لكن علشان المكبس بتاعنا ضعيف فانا ايه كبست على حوالي نص بار. ده غير ان طبعا الفاكيوم برضو المفروض ان على فكره يا جماعه السرنجه دي ما تستهونوش بيها. السرنجه ديت الشافت بتاعها 3 اضعاف الشافت بتاع ماكينه السيباريت ماشين اللي بنفصل بيها البغات. تمام يعني دي طرمبه قويه جدا، بتوصل يعني بتفرغ حوالي 3 ارباع الضغط الجوي. انت المكنه اللي هي اللي ب2.5، الطرمبه اللي ب2.5 ديت بتفرغ لحد يعني ايه 1/10 من الضغط الجوي. فانت لما توصل لان التفريغ بتاعك يبقى 75% يبقى انت كده تمام، يعني دي ب5 جنيه يا جماعه زي الفل. على العموم هنشوفه، هنديها سنه كمان كبس ونشوف الوضع ايه.
هنبص عليها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي عملية احنا ايه بس بنجرب وبنوريكم ازاي المكبس بيشتغل، بيتكون من ايه، وطريقة الكبس بتبقى ازاي. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني شايف اهوت مش وحش. انا عندنا بس هنا الجنب ده، تمام، وفي هنا حاجات وفي فوق، واضحة كده للشاشة في الصورة ولا لا؟ فطبعا يعني كتجربة احنا بنجرب بيها، تمام، اعتقد انها نتيجة مش وحشة. هنحطها بقى في الاوتوكلاف ونشوفهم النتيجة لما تطلع هتبقى عاملة ازاي. ثواني ورجع لكم. كده احنا ايه خلاص عملنا الشاشة في المكبس. عايزين بقى ايه؟ نركب الاوتوكلاف. الاوتوكلاف بسيط خالص وما فيهوش اي حاجة، عبارة عن علبة حديد، ماشي، فيها فتحة، ماشي، بدخل منها خرطوم الهواء، تمام، عشان اضغط الهواء جوه، وهنا بقفل بصواميل. دي جوه فاضيه، ماشي، نحط بس ايه كاوتشه علشان الشاشه ما تتجرحش. هحط الشاشه بتاعتنا جوه، تمام، زي ما احنا شايفين الشاشه فيها ايه هوا في الجناب كده وفي حتت ياما، تمام. المفروض ان انت تخلي الفلاته بتاعت الشاشه لتحت علشان لما نيجي نفرغ الهوا، تمام، ما الفلاتة ما تتقطعش نتيجة حركة الهواء المفاجئة اللي جوه. هنبدأ نربط. طبعا انا نسيت اقول لكم ان هنا برضو بيبقى فيه جوان، الجوان دوت سيليكون، ماشي، ده وظيفته ان هو بيمنع ان الهواء يطلع من بره الايه العلبة بتاعتنا اللي هي غرفة الضغط. الجهاز دوت اللي احنا بنقول عليه الاوتوكلاف او الدي بابل ماشين. شفتوا طبعا قد ايه سهل. بيبقى الجهاز دوت بيركب عليه حاجات اسمها بارومترات وفلاتر هواء ومنظم ضغط وكل الحاجات دي، لكن الاساس، ماشي، اللي احنا لازم نبقى عارفينه ان هو عبارة عن علبة، ماشي، بنضغط فيها الهواء. طيب هتقول لي انت بتضغط على كام او ايه احسن ضغط هواء انت ممكن تستخدمه. ضغط الهواء اللي انا بستخدمه في الغالب بيبقى من 5 لـ 6. ما جربتش ضغط اكتر من كده علشان العلبة بتاعتي دي معمولة من صاج ملي، تمام، ملي ضعيفة، ما ينفعش ان انا اضغط اكتر من كده والا ممكن تفرقع وتعمل لنا مشاكل. فانا بضغط على 6 و6 ممتاز، يعني 6 10 على 10، وده بيبقى برضو على حسب الحالة بتاعت الشاشة وحسب، ماشي، كمية الهواء اللي موجودة فيها. لو انت عندك مكبس، تمام، هتلاقي الشاشة بتاعتك تقدر تضغطها على هواء اقل في الاوتوكلاف بتاعك. نربط كويس جدا المسامير بتاعتنا عشان ما يحصلش اي تسرب هواء. طبعا سواء المكبس او الاوتوكلاف بتاعنا، ماشي، اللي هي الدي بابل ماشين، لازم يكون فيه
درجة حرارة تمام، يعني لازم يبقى فيه سخان بيركب عليه. السخان ده وظيفته ايه؟ وظيفته انه بيوصل لي درجة الحرارة بتاعة الاوسي ايه؟ لدرجة حرارة بتطري الاوسي ايه زيادة، يعني بتخليه مش هنقوله بيدوب، لا بتخلي الهواء يقدر يخرج من الاوسي ايه نتيجة ان هو بيبقى طري، الاوسي ايه بيبقى طري. مش متعود اشتغل على الريون، ف زي ما انتم شايفين انا حتى معيش مفتاح، انا شغال بمسمار وصامولة يعني. يعني هي كده ايه مربوطة معقول. هحط خرطوم الهواء وهبدأ ماشي اضغط الهواء او ادخل الهواء جوه الاوتوكلاف بتاعي. هنلاحظ انه هتلاقيه بيتنفخ تمام، لاحظنا ان هو اتنفخ ماشي. ممكن تحط الاوتوكلاف او العلبة بتاعتك على مكنة البغات تمام، او السيبريت ماشين، علشان احصل على درجة الحرارة اللي انا عايزها. طبعا احنا في الصيف ماشي، وانا عندي الحمد لله المحل هنا درجة حرارته ممتازة يعني توصل 30 و40 كمان، فمش محتاج ان انا احط عليه ايه سخان دلوقتي. فاحنا هنسيبه يعني حوالي ربع ساعة في الكبس دوت في ضغط الهواء العالي، وبعدين هنطلعه. طبعا الحاجات اللي احنا بنستخدمها في المكن بتاع الباجات هشرحها لكم كده ايه واحنا عندي ده اسمه عداد ماشي، عداد بارومتر، ده بيقيس ضغط الهواء او بمعنى صح الضغط الجوي تمام. دوت 2 بار ماشي، 2 بار، ده عداد اخوه ده 10 بار تمام، بيقيس لحد 10 بار. الواحد ضغط جوي ده بيساوي 6 كيلو جرام على البوصة المربعة، يعني الضغط الجوي ما تستهانش بيه، ده حاجة قوية يعني تمام. يبقى ده عندنا الايه العدادات. يبقى من الناحية التانية في مكان فتحة بنربط فيه او بنركب فيه الايه الخراطيم بتاعة الهواء، ده كوع ماشي، كوع بستخدمه برضو في تفصيل الخراطيم بتاعة الهواء، ده محبس تمام، اقفل الهواء وافتحه دي واصلة حرف تي ده بيسموه ايه؟ دي بيسموها نبل تقريبا، او اصلا بتوصل ايه؟
دي بتوصل من 6 مللي ل 8 مللي، لان انا عندي الكمبريسور الخرطوم بتاعه 8، وال الهيدروليك بتاع المكبس 6، فطبعا عايز حاجه توصل من من ال 8 لل 6، فبستخدم الايه الوصله. تمام، ده بقى مهم جدا الاداه ديت. ماشي، في المكابس ده عباره عن منظم الضغط وفلتر في نفس الوقت. بيشتغل ازاي؟ برفع ديت، بشد دي لبره، بظبط الضغط يمين او شمال على حسب الضغط اللي انا عايزه، 2 بار 3 بار 4 بار 10 بار زي ما انا عايز. تمام، وبعدين بعد ما بخلص بقوم قافله. طب ايه اللي بيحصل فيه دوت؟ مثلا انا عندي الكمبريسور بتاعي بيطلع 8 بار، تمام، وانا عندي حاجه زي هنا، ماشي، الاوتوكلاف بتاعي ما يستحملش 8 بار، هيفرقع لو دخل له 8 بار، فبستخدم المنظم دوت بظبطه على مثلا 6 بار، ماشي، وهو اول ما بيوصل الضغط لل 6 بار اي زياده اي ضغط زياده هو بيسربه بره. تمام، ما بيوصلهوش للجهاز، يعني بيثبت لي الضغط تمام على الضغط اللي انا عايزه. ده الجهاز دوت لو هتشتريه من السوق المصري للاسف اخره 4 بار بس، ما بيديش اكتر من كده. تمام، اللي موجود في مثلا علي بابا و تمام والمواقع اللي هي الاونلاين ده في منه بيوصل لحد 6 بار. ارجو ان انتم تكونوا استفدتم من الفيديو النهارده. تمام، وان شاء الله كده 5 دقايق كمان ونفتح نشوف ايه اللي حصل للشاشه بتاعتي. ماشي كده، احنا بنحاول يعني ايه على قد ما نقدر برضو نصور المكبس والحاجه اللي احنا شغالين بيها، ماشي، علشان تبان. احنا لسه مستنيين الشاشه جوه الاوتوكلاف، ماشي، مستنيين الوقت ايه الربع ساعه تخلص. زي ما انتوا شايفين الموضوع بسيط، مفهوش اي مشكلة ولا اي كعبلة. طبعا احنا واخدين بالنا التعويسه ديت العلبه منفوخه علشان احنا ضاغطين الهواء جواها. تمام، طول ما هي منفوخه كده يبقى احنا كده ايه في ضغط جوه. طبعا انت لو عامل علبه مثلا الحديد بتاعها 6 مللي او 10 مللي يبقى انت كده عمر طبعا ما ايه ما هتتنفخ النفخه ديت، وهتقدر تكبس لحد 8 بار من غير ما تعمل اي مشكله. طبعا ال 8 بار اعتقد ان هو يعني غلط على الشاشه، لكن انا شغال على 6 وال 6 كويس ما فيهوش اي مشاكل. طبعا المفروض ان احنا نقعد الشاشه جوه الاوتوكلاف اكتر من كده، خصوصا ان احنا مش حاطينه على السخان، ماشي، بس يعني هنجرب لان انا طبعا ورايا شغل وايه مش هينفع اسيب الشغل اكتر من كده. الزباين
يلا. الاوتو كلاف دوت في حاجه انا المفروض ان بيبقى راكب عليه الحاجات دي علشان افرغ الهواء، تمام؟ إيه، لكن انا شلتهم علشان يبقى ايه الموضوع، يبقى سيمبل قدامكم وما تتلخبطوش او ما تتخضوش من الوصلات الكتير والكلام دوت، تمام؟ فانا دلوقتي علشان افضي الهواء اللي فيه ماشي مشكله، ليه؟ الجهاز مضغوط بستة بار، ضغط عالي جدا، تمام؟ لو انا جيت فتحت فجاه ممكن ينفجر، تمام؟ وطبعا وايه لا قدر الله تحصل حاجات مش كويسه. فانا لما اجي افك هفك واحده واحده سنه سنه بحيث ان انا اخليه ينفس، بحيث ان هو يفضي الهواء ماشي سنه سنه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمود خايف واقف على جنب عشان هو مجرب البتاع ده، لما بيفرقع بيعمل ايه. ماشي، لسه اهوت الايه الاوتوكلاف بنفضي منه الهواء سنه سنه، وسامعين الصوت الصفاره اللي هي بتاعت ايه بتاعت تفريغ. مش كده احنا ايه لسه بنفضي الهواء، تمام؟ سامعين صوت الهواء. زي ما قلنا يا جماعه لازم يبقى في حذر تام في موضوع تفريغ الهواء ده، ماشي؟ واحده واحده وعلى مهلنا. وكده احنا ايه اعتقد ان هي كده مبقاش فيها يعني. بسم الله، تمام. خلاص شلنا الخرطوم الهواء منها، تمام؟ وهنبدا نفتح الاوتوكلاف ونشوف بقى الدنيا فيها ايه. طبعا المفروض ان احنا نقعد وقت اطول من كده علشان الشاشه كانت فيها هوا كتير، تمام؟ ده غير ان احنا مش مستخدمين اي حراره. دلوقتي لحظة الحقيقة، يا ترى يا هل ترى؟ بسم الله. نشوف ايه الأخبار. بصوا يا جماعة، بصوا، يعني انتوا تحكموا بنفسكم. ماشي، الشاشة ما شاء الله، تمام؟ في أقل من ربع ساعة، تمام؟ أقل من ربع ساعة بقت زي ما انتوا شايفين كده، تمام؟ هي بس اللي موجود فيها هو يعني نقطتين خفاف قوي هنا، تمام؟ لو ظاهرين معاكم، تمام؟ وأرجو إن يكون الفيديو عجبكم، ويكون ان شاء الله جاوب على استفساراتكم، تمام؟ وان شاء الله يعني نتعاون مع بعض في حاجات اكتر من كده. السلام عليكم.